بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مقدمة عن تصميم إشراعات الري والصرف. Design of irrigation channels. Necessary information for design. الجزء ده نتكلم على الاريا سيرفت، وهندي مثال عن الاريا سيرفت في الكنال والاريا سيرفت في الدرين. Design of irrigation channels. Necessary information for design for area served. The whole area of the project may be one term, may be divided into two terms or three terms. Approximately equal areas depends on the area of district and kind of crops. طبعا يعني بتوقف على ال area تقريبا وعلى ال في الديستريكت والانواع المحاصيل. الكومبنسيشن ريشيو تروح من 20 الى 40%. ده بضربه في حاله التو تيرن او الثري تيرن، وهيبان عندنا في الامثله اللي عندي. بارشال ريجليتورز ار ريكوايرد تو ديفايد كوماندد اريا انتو روتيشن زونز اند تو كنترول ووتر ليفلز اند سلوبس، عشان اقدر اتحكم في مناسيب الميه والسلوبس. الديزاين كروس سيكشن شود بي تشوزن ات every change in discharge. عموما الامثله هتوضح لنا اكتر. الاكزامبل 1 هنا هنتكلم على برانش كانال، يعني نستخدم الكانال هنا. يبقى برانش كانال الطول 14 كيلو، بيخدم 6 برانشز غير الري المباشر. بعد كده بيبقى عندي B1 B2 B3 B4 B5 B6 كيلومترات معينه. اخر واحد فيهم بيبقى عند 10.5، من 10.5 لغايه 14 ده بيبقى ري مباشر. فبنقول ان B1 B3 B5 بيبقى على اليمين ولا الشمال، اون ذا ليفت، يبقى عند الشمال سايد، و في الكيلوهات 0 و4.5 و8.5. يبقى B1 عند كيلو 0، B3 عند كيلو 4.5، البي 5 عند 8.5. بيقول لك ريسبكتيفلي بالتتبع. البرانش B2 B4 B6 لوكيتد اون ذا رايت، ناحية اليمين، ات كيلو 2.5 و6.5 و10.5 ريسبكتيفلي بالتتبع. يعني B2 بتوع عند كيلو 2.5، B4 عند كيلو 6.5، B6 عند كيلو 10.5 ريسبكتيفلي. دايما كلمة ريسبكتيفلي يعني بالتتبع، يعني بالترتيب. The area served by the left side. الجزء اللي في left side كام؟ اللي هو فين؟ B1 B3 B5 حلو. Respectively بالتتابع R بالترتيب يعني 2.5 و3.5 و5000. يبقى B1 كام؟ بيخدم كام؟ 2.5. B3 بيخدم كام؟ 3500. B5 بيخدم كام؟ 5000 فدان. وفي الرايت سايد respectively برضه بالترتيب بيخدم ايه؟ 4000 و4000 و5000. يعني ايه؟ يعني B2 بيخدم 4000، B4 بيخدم 4000، B6 بيخدم 5000. بيقول لك بقى there is another 3500 فدانس irrigated diet اللي بيروي ري مباشر، اللي هو من كام؟ من 10.5 لكيلو 14. يبقى there is another 3500 فدان irrigated directly from the last reach of the canal of the branch canal indicated on sketches. The location of the necessary constructions needed all over the branches canal lengths and choosing the design sections although the area surface taken in design. لما يبقى البرانش كانال is one turn rotation، يبقى دورة واحدة. لو أو نوبة واحدة. البرانش كانال is two turn rotation، منوبتين. The branch canal is three turn rotation، ثلاث منوبات أو ثلاث دورات. تعال نشوف الحل. هنلاحظ هنا احنا بنقول ان دايما بتقرا المساله كويس جدا، ان هنا بيقول لك ايه؟ ادي لو وان تيرم، انا عندي البرانش كانال واخده من الفرع الرئيسي بهيد ريجليتور امطرت فورم. في كيلو صفر بتدي بي 1 بياخد بيغذي 2500 فدان، البي 2 عند الكيلو 2.5 ناحيه اليمين بيغذي 4000. عند الكيلو 4.5 البي 3 ناحيه الشمال بيغذي 3500 فدان. عند كيلو 6.5 اللي هي بي 4 4000 فدان. عند كيلو 8.5 5000 فدان.
عند كيلو 6 عند بي 6 عند كيلو 10 ونص بيغذي 5000 فدان، وبعدين في 3500 فدان دراي مباشر لغايه ال 14 لغايه لما بيخلص خالص بيصب في الدرين بواسطه التلسكي. طب انا اعمل ايه دلوقتي عشان اجيب الاريا سيرفت؟ يبقى في الحاله دي الكيلو صفر ده هيبقى سكشن 1، الكيلو 2 ونص هيبقى سكشن 2، الكيلو 4 ونص سكشن 3، الكيلو 6 ونص سكشن 4، الكيلو 8 ونص سكشن 5، الكيلو 10 ونص يبقى سكشن 6. حلو. هنعمل حاجه اسمها مدخل ومخرج زي البسط والمقام كده، مدخل ومخرج، ما حدش بقى يجي يقسم لي المدخل المخرج ياخد زيرو. يبقى اريا سيرفت تيكن ان ديزاين ان فيد ده بالنسبه ل 1 ترن، يبقى اللي داخل لكل الكلام ده 17500 عند الكيلو صفر، البرانش واحد خد 2500 يبقى اللي خارج كام؟ 25000 فدان. عند الكيلو 2.5 اللي هي سكشن 2 اللي داخل كام؟ 25000 فدان. اللي خارج هيبقى ايه؟ في بي 2 خد 4000 فدان يبقى اللي خارج 21000 فدان. عند السكشن 3 اللي هي عند الكيلو 4.5 اللي داخل 21000 فدان، في الحالة دي اللي خارج يبقى 17500 فدان. اللي عند سكشن 4 يبقى اللي داخل 17500 فدان، اللي خارج 13500 فدان. عند الكيلو 5 اللي هي مش كيلو 5، سكشن 5 اللي هي 8.5، اللي داخل 13500 اللي خارج 8500 فدان. عند سكشن 6 اللي هي 10.5 اللي داخل 8500، البرانش اللي هي بي 6 5000 فدان نخصمها من 3500 يبقى 3500 فدان وهكذا. يبقى ده بالنسبه لل 1 ترن. فور تو ترن روتيشن. طيب حاله المناوبه الطبيعيه او المناوبه الطبيعيه. الحاله دي انا عندي هقسم الجزء بتاعي لجزئين، ترن A وترن B. ترن ايه مثلا؟ ترن احنا نقسمهم ازاي؟ المفروض قريبه من النص، هي 27500. لو قسمناهم على اثنين هتبقى حدود 13 وشويه، تعال نجمعهم بي 1 وبي 2 وبي 3 وبي 4 مثلا زي ما هو موضح، تلاقي 2500 و 4000 يبقى 6500، وبعدين بي 3 3500 يبقى بقينا 10000، هل ده النص؟ لا، يبقى هنزود البي 4 كمان 14 يبقى 14000. يبقى تقريبا دول وصلوا للنص بزياده سنه، مش مشكله، مش لازم يبقى بالظبط بس يبقى المتاح لك. ففي الحاله دي هقول ان الترن ايه هتبقى لغايه مش ال 6.5 بقى، لغايه قبل ال 8.5. بحيث من ال 8.5 فيما فوق هتبقى دي الترن بي. طيب الترن ايه اللي هي ال 14000 تخلص ازاي؟ هنقول في الكيلو صفر هتبقى الترن ايه اللي داخل 14000 اللي خارج منها نخصم 2500 يبقى 11500. الترن ايه برضه عند الكيلو 2.5 اللي داخل منها بعد كده 11500 خدنا منها 4000 يبقى 7500. ال 7500 لو خدنا منها عند الكيلو 3 اللي هي بي 3 3500 يبقى الخارج 4000. الكيلو 6.5 اللي هي بي 4 داخل 4000 خارج منها يبقى نخصم ال 4000 اللي هي بتاعت البي 4 يبقى الخارج منها ما فيش. ده بالنسبه للترن A، وطبعا هيبقى بعد كده ما فيش. الترن B بقى لغايه الكيلو 6.5 ما اتلمسوش، ال 13.5500 تانيين. يبقى لغايه الكيلو 8.5 ما تلمس منهم حاجه، يبقى الداخل زي اللي خارج لغايه الكيلو 8.5. في الكيلو 8.5 داخل 13500 بيتاخد منها اللي هي بي 5 5000 بيبقى كام؟ من 13500 يبقى 8500. في الكيلو 10.5 ال 8500 داخلين عند الكيلو 10.5 بيتاخد منها 5000 يخرج 3500 اللي هو الري المباشر اللي موجود عندي من الكيلو 10.5 للكيلو 14 لغايه لما بتنتهي بالتلسكيب اللي موجود عندي في الصوره. طيب يبقى دي حاجه، يبقى انا عندي A وB داخل وخارج داخل وخارج. بعمل ايه بقى؟ بقول باجي في جدول ثاني ان الـ A زائد 0.3B ده كومبنسيشن ريشيو، وجدول تاني B بلس 0.3A في كل واحده فيهم، كل واحده فيهم داخل وخارج، كل واحده فيهم. حلو، عملت كل الكلام ده.
اشوف الاكبر فيهم هي اللي باخدها في الديزاين سواء للداخل واللي خارج. يعني تعال عندك سكشن واحد في كيلو زيرو عندي ايه بلس 0.3 بي اللي داخل 18.50 وهنا اللي داخل في البي بلس 0.3 اي 17.700 ناخد اني فيهم الاكبر فيهم اللي هي 18.50 اللي خارج بقى في الكيلو صفر في 15550 في اللي خارج والثانيه 16950 يبقى انا هاخد مين 16950 انسو يبقى دايما باخد الكبير فيهم ولا باخد الاريا سيرفيس تيكن ان ديزاين ده في حاله المراقبه الثنائيه. طب لو ثلاثيه بقى نشوف هنا لو ثلاثيه هاجي اقسم برضه تقريبا على ثلاثه تعال نجمعهم بواحد يعني المفروض هيبقى كام؟ هي 27500 في حدود ال 9000 وشويه. تعال نقسمها 27500 و 4000 يبقى 6500. لا ما قربتش ال 900 خالص. اضيف لهم ال 3500 يبقى دي يبقى لغايه 4.5 كده يبقى الثلاثه دول ايه؟ ترن ايه؟ بحيث ان الكيلو 6.5 هي بدايه الترن بي. طب الترن بي في كام؟ 4 و5 اللي هي بي 4 وبي 5 يبقى في الحاله دي ايه؟ دي واحده ثانيه لوحدها. من الكيلو 10.5 فيما فوق دي الايه؟ التر سي. هنعمل نفس اللي عملناه في الـ في الـ في الترن بي ايه وبي وسي داخل وخارج داخل وخارج. يعني ترن ايه مثلا في الاريا سيرفر بالنسبه لي احنا قلنا عند الكيلو كام بتنتهي؟ يعني المناوبه الاولانيه من زيرو لغايه 6.5 يعني الثلاث برانشات الاولانيين دول ترن ايه؟ هتلاحظ ان عند كيلو صفر دخل ب 10 ب 10000 تاخد منه 2500 بقى 7500 تاخد منها 4000 اتبقى 3500 عند كيلو 4.5 اتاخد منها 3500 ما خرجش حاجه. ترن بي مش هتبتدي الا بعد الكيلو 6.5 يبقى عند الكيلو 6.5 هيبتدي 9000 اهو تاخد منها 4 خرج 5000 عند الكيلو 8.5 كانوا 5000 تاخد منها 5000 ما خرجش حاجه. الثالثه بقى اللي هي الترن سي هتبتدي من 10.5 يبقى من 8500 تاخد منها 5000 هيخرج 3500 ده الرأي المباشر. حلو حاجه عملوا ايه بقى في حكايه الكومبنسيشن دي الاير سيرفيس يبقى A بلس 0.3 سي وB بلس 0.3 A وC بلس 0.3 B في كل واحده فيهم داخل وخارج داخل وخارج والكبير فيهم في الداخل اخده ك اريا سيرفيس تيكن ان ديزاين والخارج فيهم كذلك. انا عرفت الاريا سيرفيس تيكن ان ديزاين بالفدان ازاي. ممتاز. Determine as a chosen design section the area survey taken in design for a major branch drain. هنا بقى drain 14 كيلو لينس service area of 28,000 فدان by 6 minor branch drain D1, D2, D3, D4, D5, D6 at kilos 1 و3 و5 و7 و9 و11 ريسبكتيفلي بالتتابع. طيب يعني ايه الكلام ده؟ اولا هنا المثال ده على درين بقى المره دي برانش درين ميجر برانش درين خلاص. المساحه بتاعتها اللي هتخدمها 28,000 فدان ده طبعا بالايه؟ بكل حاجه. بس خلي بالك الثانية كانت بتدي دي بتاخد بتلم دي حاجة. الحاجة الثانية في ملحوظة قبل ما أكمل المثال ده إن مفيش 1 ترن و 2 ترن 3 ترن كلها هي دورة واحدة لأن أنا عايز أخلص من المية. الثانية أنا بدي مية يعني أنا عندي إيه المية عزيزة المية هنا عايز أخلص منها بالتالي ما بحتفظش بالمية لأن أنا عايز أخلص من المية فمش معقول أعمل لهم كذا دورة هي تبقى دورة واحدة تعمل لي دورتين أو ثلاثة غلط. ده في الدرين. طيب قال لك الاريا وبعدين بتتاخد من الاخر للاول هيبان في الشغل يبقى دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6 كيلو كاس ريسبكتيفلي. الاريا سيرفت بنفس الكلام اللي هي
لك اريا سيرفيس ريسبكتيفلي برضو الماينور برانش درينز 4000 5000 5000 و4000 و5000 و3000 بالتتبع. جه بقى عشان يوضح لك ايه اللي واقع اليمين وايه اللي واقع الشمال، قال لك الماينور برانش دي 1 و3 ودي 5 في الرايت سايد، ودي 2 ودي 4 ودي 6 في الليفت سايد. ثانيه كنت ببتدي بالليفت وبعدين الرايت، دي العكس لان احنا بناخد من الاخر للاول. هيبان في الرسم. يبقى انا من الكيلو 14 واخد بالك عارف منين الارقام دي؟ مع البرانشات اهي موجوده. عندي 14000 وبطرح منهم من التوتال اللي هو 28000 بعرف انها ابتدت بكام من كيلو 14 ابتدت ب 2000 فدان وهكذا. يبقى انا هعملها كانها بالعكس، همشي بالعكس، هجيب الزيرو عند المصب هنا مش من البدايه في النهايه. يبقى هي ده بقى مش داخل وخارج، بقى ده خارج وداخل، هنا خارج وداخل. كان خارج 28000 فدان، لما في 4000 فدان هتدي له يبقى كان داخل كام؟ يبقى 24000 فدان، يبقى خارج وداخل خارج وداخل وهكذا، بس بنفس السيستم الثاني وهي 1 تيرن. يعني دلوقتي بنقول ان التوتال كام؟ 28000 فدان، وعندي البرانشات اهي، يبقى انا عرفت اللي هي كانت باديه بكام؟ ب 2000 فدان. حلو، هنقول ان التوتال كان 28000 فدان اللي خرجوا، لو 4000 دخل عليها يبقى كان داخل كام؟ يبقى كان داخل 24000 فدان. عند الكيلو 2 اللي هي السكشن 2 كيلو 3 بقى كان خارج 24000، يبقى داخل كام؟ 5000 دخل عليهم يبقى كان 19000. الكيلو 5 في 5000 فدان، يبقى اللي خارج 19 ونطرح منه 5 يبقى اللي داخل 14000. ال 14000 كان في 4000 هنا عند بي 4 في كيلو 7 مثلا، يبقى اللي ايه اللي كان داخل 10000 فدان. 10000 فدان كانوا خارجين، كان داخل 5000 نطرح منهم 5000 يبقى اتبقى 5000. عند كيلو 11 كان في 5000 داخلين ودخل، كان اصلا داخل عليهم 3000 يبقى اللي كان اصلا جاي من الاصل كام؟ 2000 وهكذا. يبقى دي الحته كده بنعملها بس 1 تيرن، مفيش ايه يقول لي 2 تيرن او 3 تيرن، انا هنا عايز اخلص من الميه، انا هنا عايز اخلص من الميه.